ثلاثة، شيمون بيريز مجرم حرب حصل على جائزة نوبل للسلام. رحل منذ ساعات شيمون بيريز رئيس إسرائيل الفخري ورئيس إسرائيل قبل كده وزير خارجيتها وزعيم حزب العمل فيها، وتاريخ من العمل السياسي في إسرائيل هو عمل إجرامي في إسرائيل. شيمون بيريز اللي يشوف محطات بقى سي إن إن وبي بي سي ومحطات عالمية كتير جدا يلاقي كأنه أحد أنبياء السلام قد مات. شيمون بيريز مجرم حرب، ومحدش إطلاقا يتخدع بنشرات الأخبار بالذات المحطات الأجنبية ويتصور أن شيمون بيريز رجل سلام. شيمون بيريز رجل دم ورجل قتل ورجل تآمر على أمتنا طيلة حياته. هو عاش 90 سنة، 70 سنة أو أكتر هذا الشخص يحاول تدمير فلسطين وتدمير الأمة العربية والإسلامية. شيمون بيريز من أكبر أعدائنا. رحل اليوم ليس كرجل سلام وإنما كعدو كبير لبلادنا ومجرم حرب. كان ينبغي أن يحاكم شيمون بيريز قبل أن يرحل، لكنه لم يحاكم. دلوقتي اللي يشوف اللي بيبث على بي بي سي أو سي إن إن أو فوكس نيوز أو محطات أوروبية كتيرة جدا يتصور أن احنا إذا فيلسوف كبير ومفكر عالمي ورجل سلام يطير بجناحين. إطلاقا شيمون بيريز رجل حرب. شيمون بيريز مجرم حرب من قبل 48، كان عضو في العصابات الصهيونية قبل 48، فهو قاتل ومخرب وحرق منازل ودمر الدولة الفلسطينية التي كانت قائمة وقتل من الأبرياء الفلسطينيين قبل 48، ثم مجرم حرب في 48، ثم مجرم حرب في 56، ثم مجرم حرب في 67، ثم مجرم حرب في 73، ورغم تقدمه في السن استمر كمجرم حرب. وفي التسعينات 96 مذبحة قانا في لبنان أمر بيها شيمون بيريز، قتل مئات الأبرياء من المدنيين، ده قتل مئات المدنيين، ده ضرب مبنى للأمم المتحدة في مدنيين. مذبحة قانا مروعة. تخيلوا المجرم اللي عمل كل الجرائم ديت بما فيها مذبحة قانا وقتل عبر حياتي آلاف الأبرياء من الشعب الفلسطيني والعربي ياخد جائزة نوبل للسلام. علشان كده كان كتير من حائزي نوبل بيطالبوا بسحب جائزة نوبل من شيمون بيريز، لكن طبعا كان صعب سحب الجائزة إزاء التأييد الغربي لشيمون بيريز. شيمون بيريز هو الشخص اللي حاول يجند أحمد الهوان أو جمعة الشوان، المسلسل الشهير للأستاذ عادل إمام. جمعة الشوان كان صديق لشيمون بيريز، وشيمون بيريز متصور إنه خلاص جند جمعة الشوان أو أحمد الهوان، لدرجة إنه بيقول إنه كان بيقعد يأكل معاه في مطاعم ويحط الأكل قدامه بنفسه ثقة في جمعة الشوان. وبعدين بقى كانت صدمة لإسرائيل إن ده رجل مخابرات مصرية استطاع أن يخترق قلب إسرائيل وأن يخترق شيمون بيريز ومن حول شيمون بيريز. شيمون بيريز بيعمل ضدنا من قبل 48 وحتى رحل. مجرم حرب، ينبغي ألا ننسى أنه منفذ مذبحة قانا ومنفذ الكثير من المجازر من 48 وحتى رحيله. لا نأسف لرحيله كرجل حرب، لم يكن إطلاقا رجل سلام.